هارو لا يطلع يلا للتو ولهذه اللحظات. ولا تحسبن
الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا الركب العظيم يذكرنا بركب الصحابة الذين جاهدوا من قبل وساروا على ركب بذل الدماء وساروا على بذل التضحية وجعلونا نبراسا نسير عليهم حتى نلقى الله عز وجل. أخي أبو علي محمد رضي الله عنك ورحمك الله وتكبرك الله في أعلى عليين، تذكرنا بقول ذاك الصحابي الجليل الذي قال للكفار: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. وذاك في ذاك الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. ولست مبد للعدو تخشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي. نعم يا محمد، نعم يا أبا علي، لست مبد للعدو تخشعا ولا جزعا، لم تبد للعدو تخشعا ولا جزعا، ومضيت مع ركب المجاهدين الذين بذلوا الدماء وبذلوا دماءهم من أجل هذا الدين ومن أجل هذه العقيدة. كان من نصيبك ومن لقبك نصيب، حيث كنيت نفسك أبا علي وتشبهت بالصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه صاحب سيف ذي الفقار، فكنت يا أبا علي كعلي بن أبي طالب، حملت سيف ذي الفقار وضربت به هؤلاء المجرمين. تقبلك الله يا أبا علي، تقبلك الله يا أبا علي، وحشرك مع الصحابي الجليل أبا الحسن ومع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وشهداء مخيم جنين وشهداء فلسطين وشهداء كتيبة جنين. حماكم الله أيها المجاهدون، ندعو لكم من صميم قلوبنا ومن على منابرنا في مساجدنا أن يحفظ الله المجاهدين وأن يتقبل الله كل شهيد يروي بدمائه هذه الأرض الطاهرة. تكبير الله. نعم يا أخي، سلم فمك، فالله أكبر من طغيانهم والله أكبر من إجرامهم، فكل إجرام ما أجمل هذا الرصاص وما أجمل صوت هذا الرصاص، إنه يشفي صدور قوم مؤمنين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يكون هذا الرصاص في صدور من قتلوا أبا علي وفي صدور من قتلوا ويقتلون أبناءنا ويقتلون ويمارسون إجرامهم بحق هذا المخيم وبحق هذه البلاد المقدسة. في ختاما نسأل الله أن يرحم جميع الشهداء من هذا الشعب المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المجاهدين وأن يديبهم لنا عزا وذخرا وأن يجعلهم في ركب الصالحين وأن يحميهم بحمايته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نتلو ثواب سورة الفاتحة، نتلو ثواب سورة الفاتحة بعد أن نقول: إنه لجهاد جهاد نصر أو استشهاد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إخوانكم في القوى الوطنية والإسلامية، بارك الله فيكم أجمعين، حفظكم الله أجمعين، وأدام مجاهدينا ذكرا لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، بارك الله فيكم. الله يحفظكم يا رب كلكم. إخواننا على هذا الموقف وهذا المكان ونعم مذكر ونعم محاضر في موقع
والله والله لأن المحاضرة فيه والقول فيه مع من خلفنا من رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وكان منهم الذين قضوا مجاهدين مرابطين شهداء إلى رب العالمين، ومنهم من بقي مرابطا مجاهدا إلى يوم يبعث مجاهدا شهيدا مخضبا بدمائه إلى رب العالمين. خلفنا رجال لم يعتادوا ولم يرتدوا ولم تزلوا عزك بإذن الله ما عاشوا على هذه الأرض وما بعثوا من فوق هذه الأرض إلى ديان يوم الدين. إخواني لعلني الآن أذكر وأنا أكون في وأعد كلماتي وصية أخي داود لآخر لقاء التقيت به يوم أن قالها وأشهد الله على ذلك. قال أخانا داود ابن هذا المخيم ابن جنين ابن الضفة ابن فلسطين ابن الأمة الإسلامية، قال ربما نحن ريف ومدينة وقرى وكل شيء نختلف في تنظيماتنا وعائلاتنا لكن يوحدنا الاحتلال. كانت آخر وصية وصانا بها داود والتقينا بها بداود هي الوحدة، وقد وصانا رب العزة من هو أعز وأعلى وأصدق قولا منا ومن داود لما قال رب العزة إنما المؤمنون إخوة. نحن ربما في فتح وحماس والجبهة والجهاد وسائر التنظيمات نتفرق تحت رايات متعددة لكن لغاية واحدة، نتفرق لغاية ونتحد على غاية هي تحت قول الله سبحانه وتعالى وفي مرضاة الله سبحانه وتعالى ولأجل رضا الله سبحانه وتعالى. هذا المكان وحيث ندفن أخا عزيزا لنا نقول له لا وداع، إنما نقول له إلى اللقاء في جنات عدن تجري فيها. أذكر وأعيد ما قلته في روايتي وشهادتي على أخانا بلال فبها والشهداء الثلاثة أقمار جنين القسام جنين العزة جنين الاشتباه يوم أن وجدنا والله 16 موضعا عددتها بنفسي 16 موضعا كانت في جسد بلال في وجه جسده لا في ظهره كلها مقبلا غير مدبر، والله كانت رصاصة في عنقه وأخرى في قدمه كان بلال مقبلا. سمعنا عن بلال أنه أتى بفرد مسدس مصنع لم يشفي غليلا فعاد بالكوع وضربه، كان بلال مقبلا على الله غير مدبر. وجدنا الأقمار الثلاثة الذي اليوم نرسل لهم أخا رابعا مجاهدا مصابرا صابرا محتسبا عرفناه من أهل المساجد عرفناه من أهل التقوى. هذا الأخ يا إخوة سار على وصية اللحلوح يوم أن وصانا بالصلاة الصلاة التي هي عمود الدين الصلاة التي هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بالنا نرى شبابنا اليوم نصلى عليهم وهم لا يصلون يذهبون إلى الجهاد ويتركون المساجد، ما بالنا نرى الصفوف موحدة بالصلاة. وهذا خير موعظ وخير مكان لما نودع أخا عزيزا شابا في مقتبل العمر لم يكن كهلا قد عاش ونعنش فيه المرض لم يكن قد عاش فيه المرض ولا أفسد في جسده، إنما هو شاب أقبل على الله وودعناه إلى لقائه. إخواني لو قلنا كلاما لفي القلب أكثر منه، ولو أردنا أن نسمع لكان على اللسان جرى ما يسمع سماعه ويكثر. وكفى بالشهادة واعظا وفيها سيدا لهذا الموقف. وصيتنا لمن حمل البنادق مجاهدا أن يكون خير حريص وخير مؤتمن على هذا السلاح، إن حربنا ليست مع السماء ولا الهواء، ورصاصنا ينبغي أن يكون موجها إلى من جعلنا اليوم نبكي حرفة فراق أخانا ومن كان في الأمس مبكيا إيانا على فراق أخينا. وصيتنا أن يكون السلاح في مكانه نحو العدو الأحق به